نتحدث لاحقا عن ما يمكن أن أو ماذا سيكون في كلمة الرئيس بري الذي يلوذ بالصمت منذ فترة، خصوصا في ظل إقبال على الفراغ كما نرى، وأيضا عدم وجود وتأليف حكومة بالرغم من الاجتماعات مع الرئيس ميقاتي. ولكن نبدأ بالترسيم، وهو الملف الحامي والذي على أساسه سننطلق في جميع الملفات في لبنان. كأنه ضاع هوكشتين، يعني راح وما عاد يرجع. الجميع يتحلى بالإيجابية وننتظر إيجابية. الاتصال مع الوزير بوصعب كان من تقريبا أسبوعين على أساس كل شيء جيد. اليوم في الصحف أبلغ الوسيط الأمريكي مسؤولين لبنانيين أنه سيستأنف الحوار أو اجتماعاته المتعلقة بالملف في الأيام القليلة المقبلة. وين هوكشتين؟ هوكشتين عم بفاوض الشاكيكات، وبالتالي الحقيقة بدأت تبين للأسف. نعم، الترسيم تفصيل، وتفصيل هامش، لبل هامشي جدا. الحقيقة اللي بيتابع مسألة حقول الغاز وحقول النفط، التقاسم يحصل من خلال تفاوض بين الشركات الكبرى، وعندما تنجز الشركات الكبرى عملية التفاوض تبدأ بغزو الأسواق. نعم، وهي تختار الأسواق التي ستغزوها لكي أيضا تمارس هذه الشركات الكبرى عملية سرقة موصوفة، وهي تمارسها في أي بلد تنوجد فيه. هناك خصوصية لما يسمى ملف الترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة. هذه الخصوصية أن هذا الملف نفاوض به بشكل غير مباشر العدو الإسرائيلي. نعم، مخطئ من يظن أن الإسرائيلي، لأنه حاول البعض وكنا نصدقها نحن، أنه هناك مشكلة في الداخل الإسرائيلي نتيجة استقالة الحكومة والذهاب بتشرين الثاني المقبل إلى الانتخابات الخامسة خلال سنتين. نعم، وأنه هذه تدل على أزمة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأنه الحكومة الحالية مش قادرة تأخذ قرار ولا بد من الانتظار إلى الانتخابات وما إلى هنالك. لعبة كسب الوقت وقضم الوقت وتضييع الوقت التي أكثر واحد شاطر فيها هو العدو الإسرائيلي. مخطئ من يعتقد أن المسألة هي في هذا الإطار، لأنه بالقضايا الاستراتيجية والمصيرية ما في يمين ويسار ووسط ومتشددين في إسرائيل، في موقف موحد، وثبت هذا الموقف الموحد بجولات المفاوضات الخمس. نعم، عندما اصطفت كل الصحافة الإسرائيلي وكل الإعلام الإسرائيلي وكل السياسيين الإسرائيليين خلف الوفد الإسرائيلي المفاوض في الناقورة، بعكس الانقسام الهائل الذي كنا نعيشه. نعم، على المستوى الداخلي اللبناني. ما يحصل الآن كلارا، وأتمنى أنه اللي عم يسمع يدقق بهذا الكلام أيضا لعل يكون مخطئ، وإن شاء الله يكون مخطئ، ما يحصل أن هناك مفاوضات تجريها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي لعقد صفقة تمتد لثلاثين عام مع الاتحاد الأوروبي لتوريد كامل مخزون الغاز من البحر الفلسطيني المحتل. نعم، وبالتالي هذا التفاوض يتم على انه هذه الاقدام المكعبه من الغاز الذي يستخرج والذي سيستخرج من البحر الفلسطيني المحتل. نعم، تريده اسرائيل باعلى الاسعار. كيف تفاوض إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي بديلا عن النفط الروسي بشكل 10%؟ وليس هو بديل، ولكن هو حاجة أوروبية ماسة من الآن إلى 30 عام، هكذا يقول الإسرائيلي، وأنا أصدق العقل الإسرائيلي. نعم، كيف يفكر في هذا الاتجاه؟ يريدونها بأعلى الأسعار. الإسرائيلي بمفاوضاته الذي يساعدهم مع بها هوكشتاين الذي التقى بالأمس، صحيح المعلومة، كبار مدراء شركة توتال الفرنسية. نعم، يريدون أعلى الأسعار تحت أي عنوان؟ تحت عنوان أن إسرائيل تنازلت في الحدود، في ترسيم الحدود البحرية، ذاهبة إلى القبول بالخط 23 زائد قانا غير المستكشف. نعم، لأنه يمكن بكا يكون في مفاجأة بقانا، حتى لو كان في يمكن توتال تقول لك ما في. نموذج الحقل 4 نموذج فاضح، لأنه وقت اللي وصلوا بدأوا الحفر ولقوا معبر الغاز بسموه أنه غاز منتقل من حقل إلى حقل، ما كلفوا نفسهم يجيبوا آلة القياس التي تحدد مكان المكمن الحقيقي. لماذا؟ لأنه في أراء
القرار بعدم استكشاف الغاز الآن أو استخراج الغاز الآن من البحر اللبناني لاعتبارات لها علاقة بالحصار السياسي والاقتصادي والمالي. عندما تنجز إسرائيل، وأنا مسؤول عن كلامي، عندما تنجز إسرائيل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على توريد الغاز من البحر الفلسطيني المحتل بأعلى الأسعار والصفقة تريدها إسرائيل لمدة 30 عاما، يأتي هوكشتاين إلى لبنان وبيبلغ الشبيبة هون أنه قبلوا الإسرائيليين وبيعملوا للاحتفالية اللي لازم تنعمل. كيف سيعوض الاتحاد الأوروبي؟ كيف ستعوض فرنسا؟ كيف؟ أنا بقول لك المبالغ الهائلة التي ستدفعها مقابل هذا، ستعوض من الحقول التي يعرفون تحديدا 9 من حكا، ومن حكا بحقل 4، ومن حكا بحقل 8 الذي يشبه حقل تمار، والتقديرات تقول أنه في 13 مليار قدم مكعب من الغاز. عشان هيك كان الإصرار الإسرائيلي ولو ياخذوا شقف صغير منه لحتى فورا يستكشفوا ويبلشوا يستخرجوا. تجي بتاخذ هيدا المخزون من البحر اللبناني، مين حيوقف يقول لهم لتوتال واني قديه طلعته؟ ممكن يطلعوا مليون ويقولوا لنا طلعنا 100,000. مين حيقول انه والله بيعوا بهذا السعر؟ نعم، يمكن يبيعوا مليون دولار ويقولوا لنا بعنا ب 10,000 دولار. ليش عم نحط حس المؤامره؟ مش حس المؤامره، لانه العقليه التي تدير بها الشركات وتحديدا شركة توتال بالممارسة، نعم، توتال وآن الإيطالية، توتال الفرنسية وآن الإيطالية، العقلية التي تدير فيها كيفية التعاطي مع أن التلزيمات وفوزها بالاستدراج العروض اللي حصل بالأول، نعم، تتعاطى مع لبنان كما تتعاطى مع الدول الأفريقية، أن هذه الحقول هي حقول مفتوحة للنهب، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب. والدليل أكثر من ذلك، واللي ما حدا من الإعلام تجرأ أن يتحدث عن هذه المسألة،